نازلين انتخابات برلمان إقليم كردستان، والذي تم تأجيل موعد الدعاية الانتخابية من تاريخ 5 أيلول في الشهر الحالي إلى 11 من نفس الشهر. ودواعي الأسباب هو لم يحصل اتفاق ما بين الأحزاب في تلك الفترة، ذلك بناء على طلب من الأحزاب الكردية التي أبدت اعتراضها في البدء على إجراء الانتخابات في شهر أيلول. ومع ذلك فإن هذه الأحزاب اقتنعت في نهاية الأمر بالعودة إلى الانتخابات، وقامت بإجراء حملتها الانتخابية في 11 من هذا الشهر. فوضية قررت ذلك، كما أن الأحزاب كافة قررت الخوض في الانتخابات، بما في ذلك الأحزاب التي كانت تعارض إجراء الانتخابات مثل حركة التغيير والأحزاب الإسلامية الثلاث. برأينا باتفاق جميع الأحزاب أن الفترة من بدأ الحملة إلى 27 من الشهر نهاية الحملة فترة كافية لمعرفة الشعب الكردستاني بالذين رشحوا أنفسهم. عندما تزيد هذه الفترة أكثر من اللازم تكون هناك تقذيف لبعض العمليات، وتكون هناك أيضا ملل من قبل الجمهور. هناك آراء وملاحظات لبعض الأحزاب عن سير العملية الانتخابية في نهاية الشهر الحالي وعدم تأجيلها لوقت لاحق، وإنما الالتزام بالنزاهة والشفافية. حقيقة نحن في حركة التغيير، يعني اليوم بنهاره وليله 24 ساعة التغيير مستعدة لإجراء 24 انتخابات، أي في كل ساعة انتخاب، لأن مصوتي التغيير هم يعني من أبناء الشعب. نحن على أهبة الاستعداد إن جرت انتخابات نزيهة وشفافة. إن أغلب الأحزاب في إقليم كردستان متفقة على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 30 من شهر أيلول الحالي. رياض عزيز، قناة الرشيد، أربيل.